إنسان اللي فنى حياته من أجل وطنه، من أجل حزبه، ومن أجل الحركة النقابية، وعطى الكثير الكثير لولاد الحي المحمدي ولا عين السبع ولا فيما مشيتي في المغرب. الحمد لله كل شيء الاتصالات كل شيء كيقول لي الله يرحمه الله يرحمه، بغينا نجيو، ولكن مع التدابير الاحترازيه ما يمكنش الناس يجيو، حنا احترمنا التدابير الاحترازيه الحمد لله. انسان اللي فنى حياته ومن بعد فاز السلا مشى جلس في داره، منين بدا من صغره وهو كيناضل الى اخر رمق، والله يرحمه مسكين ويوسع عليه. تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.